بقول الو. الو، ايوه، زي حضرتك؟ الحمد لله. انا فرحانه اول انا بكلمك. ربنا يخليكي. طب انا اتعرف بيكي؟ مش لازم اقول اسمي. طيب كم سنه؟ 25. مرتبطه؟ عن قريب بس بعد كلامك. بعد كلامي؟ يعني مرتبطه بعد كلامي ولا مرتبطه؟ مش فاهم. هو انا عن قريب هرتبط بس بعد كلامك انت. اه يعني انت مستنياني انا اقول لك ترتبطي ولا لا؟ يا خبر ابيض، لا دي مسؤوليه مش سهله. طيب قولي لي بقى، احكي لي ايه الموضوع. بص، هو الموضوع طويل شويه. ماشي. انا من 3 سنين كده في حد جه عشان خاطر يتقدم لي. المهم خدت ماما معايا ومامته واتقابلنا وكده وحددنا اليوم اللي هو يجي فيه. عايزه ان هو يقابل اخواتي عشان انا بابايا يعني عنده غلطه وكده. قال خلاص ماشي، بس يعني هو ما جاش في اليوم ده، بس انا ما كنتش معرفه اخواتي. انا كنت يعني انا وماما بس على اساس ان هو يجي كده، يعني ايه، هو جارنا بس اخواتي مش عارفين قوي. يعني اداكوا ميعاد وما راحش؟ ما جاش. فبعديها طبعا بفتره اخته بتقول لي اصل هو بيقول اصل انت بتقوله ما تشتغلش، اصل انت قلت لها كل الحوارات ما حصلتش. انا كنت مستنياه وهو رغم كده ما جاش. فعرفت في الاخر اللي هي حضرت مع الظروف والحاجات، الفلوس يعني اللي كان هيجيب بيها الشبكه وكده دفعها لاخوه. عمل مشكله وكده ده قبلها، قبل الميعاد بمثلا كام ساعه مثلا حصلت المشكله ودفع الفلوس؟ بالظبط بالظبط كده، لان احنا اتقابلنا قبلها 15 يوم. بس يعني هو كان كويس جدا. هو يعني جالي في وقت انا كنت محتاجه فيه بعد تعب بابايا، كان بيسمعني وبيسهر معايا. طبعا انا ما نسيتهوش، اتعلق بقى معايا. بعدها بشويه قريت فتحتي، بس عادي عارف بقى، انا يعني واحده بتقري فتحتها وخلاص. طبعا ما كملتش، يعني هو كان حوار اسبوع برضه وسبته. بعدها بسنتين رجع لي تاني. قرينا فتحه، جه طبعا اتقدم لي وقرينا فتحه وحددنا ميعاد الخطوبه وسابني قبل الخطوبه باربع ايام. ليه؟ بص، سما هو تاني، هو بابا متوفي، مسؤول عن اخواته وعن مامته. عيلته من الطبقه المتوسطه جدا. عندهم البنات في العيله والحريم يعني مش حابيني. تمام، هم حابين يدوا حد من نفس المستوى بتاعه. هو مقبول اللي هو ودني شويه. تمام، بس هو طيب وكويس اللي انا شايفاه. طبعا هرجع اقول لك برضو انا ما نسيتهوش، فضل برضو من عشان معاملته معايا. بس انا من سنتين يا اسامه عملت عمليه. خسرت عيني الشمال. الموضوع ده اثر فيا جدا. ما بقاش خليني اللي انا عارفه ارتبط باي حد تاني. بعديها فتره كده حصل لي نفس الموضوع ده تاني، عملت حادثة بسيطة، حصل لي نفس الموضوع ده تاني ورجعت برضه دخلت أوضة العمليات وعملت عملية تاني. ولما سألت الدكتور على عينيا الشمال قال لي بصيها على ربنا والحمد لله انت بتشوفي بعين واحدة. جه هو من فترة ليه قال لي برضه تاني. قعد بقى يتكلم، انا عايزك وانا اسف وانا غصب عني وهم زنوا على دماغي وهم. بس يا اسامه انا لو انا مش بحبه، فاهم يعني؟ الدرجه بقى اللي انا هموت عليه. امال؟ بس عايش يا اسامه لما تلاقي حد كده اللي هو يعني انت عاجبني كده، لا انت مش زي الشباب يا اسامه اللي بتعلق في اللبس، اللي بتعلق مش عارفه في ايه، لا انت زي الشباب انت كده. دايما عينيه في الارض، ما بيبصش بس كل ده ما يدعيش ان ان انك تقولي خلاص تتمسكي بيه. مش عشان الراجل عينيه في الارض وما بيبصش للبنات وبتاع فخلاص يبقى هو ده اللي هتتجوزيه. انا مش سامعك، معلش. مش عايزاش، مش هيبص لفيا، انا مش عايز اخد احد يا اسامه فيما بعد يقول لي احمد ربنا اللي انا خدتك. طيب انا اسال سؤال، العينك اللي فقدتيها دي انت فقدتي البصر ولا فقدتي العين كلها؟ لا فقدت، بقى بشوف بيها ضوء. بس العين موجوده. يعني مش مشوهه شكلك؟ لا لا خالص. طب انا مش فاهم في ايه الحكايه يعني. يعني انا في انت عارف يعني الشباب اللي من دول انا حاسه سبب كسرت.
كسرت نفسي ليه يا بنتي؟ ربنا سبحانه وتعالى ربنا اتهنت في العمليات. بصي بص اتهنتي ليه في اوضه العمليات؟ انا المفروض اهلا كنت رحت بعد العيد عشان خاطر الاستشاره بتاعتي، بس انا عشت شهر صعب قوي. انا كنت عايزه اكلمك يوم لما انت عملت على المستشفى والدكاتره، اتصلت ما عرفتش اللي انا وصلت. انا لحد دلوقتي مش عايزه اروح المستشفى. انت عشان حصل موقف في المستشفى فانت حاسه ان الحياه سودت؟ مش الحياه سودت، بس حسيت بكسره نفس. طيب كسره نفس مش احسن ما تحسي بالموت؟ طب ما انا ابويا دخل المستشفى وقاعدين مبسوطين بره وبنضحك على اساس انها عمليه بسيطه وهيخرج والدكتور قال لنا كده وفي الاخر مات. ما هي اصلا انا عندي ان انا اموت ولا ان انا مثلا اسمع كلمه ازاي كلمة. ربنا سبحانه. انا بقيت بخاف دلوقتي انزل الشارع لوحدي احسن اخبط حاجه كده. ليه يا بنت الناس مش عندك عين بتشوفي بيها؟ عندي عين بشوف بيها بس مش زي الاول برضه. طيب هقول لك حاجه، انا ليا عم الله يرحمه، عمي يعني عاش طول عمره بيشوف بعين واحده. انا خايفه. اسمعيني طيب، انا بقول لك عمي ده عاش طول عمره بيشوف بعين واحده وطول عمره بيسوق بعين واحده، وكان بيسافر السويس كل يوم عشان شغله، وبيروح وبيجي وبيخرج وبيلبس، وكان في منتهى الشياكه وهو بيشوف بعين واحده. ربنا سبحانه وتعالى خلق لنا عينتين عشان لو حصل حاجه في واحده التانيه شغاله، ودنتين عشان لو حصل حاجة في واحدة التانية شغالة، اوكي، رئتين عشان لو رئة باظت التانية شغالة، كليتين برضو شايلين، يعني ربنا عارف ان في حاجات كده ممكن تحصل. طيب هقولك حاجة، كم انسان على وش الارض جاله مية زرقة على عينيه ومش شايف وعنده عين اتطفت خالص؟ كتير. ما تقعديش تقولي انا ده خدني علشان هيستحمل العيب اللي فيه. لا يا حبيبتي، انت العيب اللي فيكي ده ولا حاجة، وممكن يكون هو جواه عيب اسوأ منه بكتير، ممكن تتجوزيه وبعد ما تتجوزيه يعمل غسيل كلى ويبقى محتاج يغير كلية. ما نحسبهاش كده خالص. ليه مسترخصة نفسك وليه مستقلية نفسك؟ انا مش سامع صوتك بيقطع. مين ما عملش عملية في حياته؟ بصي انا مش سامع كويس، انما خليني اقول لك واسمعيني كويس يا بنت الناس. ربنا سبحانه وتعالى مدينا حياتنا علشان نستمتع بيها، ودي حياتنا دي وجسمنا اللي ربنا مديه لنا وعمرنا اللي ربنا مديه لنا، دي نعمه من ربنا، هبه من ربنا. فمش معنى ان انت في عندك مشكلة صغيرة ومش باينة كمان للعامة، بس انت اللي حاسة بيها، انت اللي مش عايزة تتعاملي معها، انك تقولي حياتي وقفت. طيب في ناس كتير جدا من ذوي الاحتياجات الخاصة على كرسي بعجل وحياتهم ما وقفتش. في ناس كتير جدا كمان يعني مش بعين واحدة، لا ده كفيف وحياته ما وقفتش وبيمشي وبيحمد ربنا. في واحد مكتمل الاعضاء بالكامل بس ربنا سبحانه وتعالى ما ادالوش خلفة ولا اداله رزق في طفل. في واحد زي الفل و 100 فل و14 بس ربنا مش مديله رزق فعايش حرام اللقمة بلقمتها واليوم بيومه. في وفي 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 الدنيا مليانة وربنا ما بيديش حد رغيفه كامل، بس انت اللي حاسة بالحتة اللي مقصوصة من رغيفك، مع ان كل واحد فينا عنده حتة ناقصة وكل واحد فينا حاسس بيها برضو، بس ما ينفعش تخليها توقف لك حياتك، وما ينفعش تخليها تتنازلي عشان تحسي انك معيوبة. لا، انت مش معيوبة، لان زي ما انت ناقصة حتة فلان ناقص حتة وعلان ناقص حتة وكل واحد فينا ناقص حتة. بس مع الاسف في ناس بتدوس على الحتة دي، ما تسمحيش لحد يدوس لك على الحتة اللي ناقصة فيك دي ولا حد يعايرك بيها بأي شكل من الأشكال.